Geo Wild Arabia Channel. مكان لا مثيل له على وجه الأرض. هنا المدهش يتحول إلى مألوف. السلاحف تلدغ كالأفاعي، وتتشارك العناكب الذئبية بيتها مع الضفادع الصغيرة. إنها مملكة جميلة ووحشية، حيث التكيف مفتاح النجاة. هذه هي مجاهل الأمازون. حوض نهر الأمازون كيفما نظرنا إليه هو من أعظم الأماكن الطبيعية على وجه الأرض. أكبر غابة مطرية على الإطلاق يرويها أعظم نهر في العالم. إنها موطن أكبر تنوع للكائنات الحية على وجه الأرض، والمزيد منها يكتشف كل سنة. يهدد الحيوانات والنباتات التي تعيش هنا منذ ملايين السنين. مستقبل هذه الكائنات على المحك. لم تتغير هذه المتحجرات الحية كثيرا منذ زمن الديناصورات. لكن مؤخرا لوحظ سلوك غريب بين التماسيح الاستوائية. وهو يحصل خلال موسم الجفاف. بين شهري يونيو ونوفمبر يهطل المطر بضعة أيام فقط خلال الشهر، الأمر الذي يجعل الأمازون عرضة للجفاف. ينخفض منسوب مياه النهر تاركا بركا ضحلة على حافتي الممرات المائية. يسيطر حوض الأمازون على نصف الشمالي من أمريكا الجنوبية. يمتد لأكثر من 400 مليون هكتار. يتعرج نهر الأمازون عبر هذه الأرض الغنية التي تنبض بأنواع الحياة الغريبة الرائعة، ليعبر أكثر من 6000 كيلومتر. تمثل مخلوقات هذه المملكة جزءا من شبكة معقدة من الترابط المتبادل، وقد تأقلمت مع بعضها البعض على مدى آلاف السنين.